أحدث ظهور لطارق العريان وحبيبته نيكول سعفان يشعل مواقع التواصل، رقص وقبلات واحتضان في العلن. صدر أحدث ظهور للمخرج المصري طارق العريان برفقة حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وجاء ظهور طارق ونيكول هذا من خلال مقطع فيديو تداوله المتابعون بشكل كثيف، ظهر فيه وهما يرقصان بانسجام تام خلال حضورهما حفل زفاف أحياه الفنان اللبناني راغب علامة في تركيا مؤخراً. وظهرت نيكول سعفان في الفيديو وهي تحتضن طارق العريان ويرقصان معاً وفي حالة انسجام تام خلال غناء راغب علامة أغنيته الشهيرة مغرم يا ليل. وكان طارق العريان قد أعلن مؤخراً وبشكل رسمي ارتباطه بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله من المطربة السورية أصالة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصالهما. وجاء أعلان العريان من خلال تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها 23 بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلق طارق العريان على الصورة مستعيناً بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب قائلاً: كل سنة وأنت طيبة أنت الحظ، لتود عليه الفنانة نسرين إمام قائلة: فعلاً هي الحظ الحلو. ومن ناحية أخرى كانت احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد توأمها آدم وعلي من طليقها طارق العريان، حيث شاركت متابعيها أجواء الفرحة التي جمعتها معهما. ونشرت أصالة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة صور لأولادها أرفقتها بالتعليق التالي: انتو النور بحياتي، انتو الأمل، انتو عيوني اللي بدي شوف فيها الدنيا حلوة حتى وهي صعبة. وتابعت: بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة، يا مصدر السعادة، يا كل الحلا، الله يحفظكم ويسعدكم ويخليكم لبعض، وإلي يا ولاد قلبي وروحي يا عليني ويا قدومي. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا. وأضافت أصالة: الله يحفظ أولاد كل الناس ويحفظ أولادي، بدعي لقلوبكم تبقى منورة بالمحبة والطموح والنجاح، أنا وإنتو قصة حلوة وقصة قدوة وحكاية عيلة صغيرة بتقول بكل صبح الحمد لله نحن سوا، كل سنة وتوأمي بألف خير، آمين يا رب العالمين.